هلا والله، حياكم الله في فيديونا لتجربة لعبة فور أنر. طبعا هذا طور البيتا اللي طلع، البيتا المغلقة، وهذه تجربتنا لها. في البداية راح أتكلم أول شيء عن سيستم الجيم وأعلمكم كيف تلعبون اللعبة، وبعدين راح أستعرضكم الأطوار. زي ما تشوفون الرسوم جدا جدا رائعة، يعني بشكل رهيب، ديتيلز تفاصيل في كل مكان تشوفونها. أول شيء لازم تعرفون أن هذه اللعبة راح تكون لعبة موبا، يعني 4-4، 2-2، 1-2، يعني ناس ضد بعض. وفي طور الكامبين بس ما حطه طبعا في البيتا، راح استعرضكم فقط الطور المالتي بلاير. زي ما تشوفون اول شيء في حاجه اسمها التارجتنج او التحديد، تضغطون تشوفون التارجتنج يا يمين يا يسار، تضغطون زر مرتين يبدل بينهم. وعندكم بعد ثلاث وقفات، هذه الوقفات تهمك في الصد وفي الهجوم. عندك من اليسار فوق ويمين، ثلاث اتجاهات تفيدك في الهجوم والدفاع. والاعداء في اللعبه ينقسمون لقسمين، اول شيء الكابتن اللي تقدر تحدد عليه وتقدر تهاوش معه، يعني تقصد يسار او تقدر تصد يمين بعد او تقدر تصد فوق. طبعا زي ما تشوفون هو اتجاه الضرب حقه لازم انت تحاول تسوي مثله. والضرب ينقسم لقسمين، اول شيء عندك الضربه الخفيفه، فزي ما قلنا تحط على اي اتجاه تضرب وتحاول تنوع بضرباتك، لان اللعبه عباره كانها لعبه حجر ورق مقص، فكل ما تنوع بضرباتك هو ما يقدر يصد، ولما ما يقدر يصد ينطق. فزي ما تشوفون الحين قاعد اضرب الضربات الخفيفه، وحين بوريكم الضربات القوية، نفس الفكرة، حطيت الاتجاه بس اضغط الزر الثاني اللي يعطيني ضربة قوية زي ما تشوفون، نقص أكثر الضربة، بس مشكلة أن اللاعب حقك يعلق لما يسويها وينقص من الستامينا حقه أكثر، فيتعب. هدف اللعبة أنك لازم تسيطر على الأماكن، طبعا عشان تسيطر عليها لازم تذبح كل الأعداء الموجودين فيها، الحين ذبحت هذا وحين باقي تسيطر على المكان، خلاص سيطرت على النقطة هذه. وايضا اذا كانت في ناس اكثر يسمونهم الجرانتس، هذول اعداء ما يحتاج تركز عليهم، فقط تضغط زر اللي يطق القوي او الخفيف، هو يحدد عليهم يضربهم يموتهم ضربه واحده احيانا او احيانا ضربتين. الفكره انك لازم تخلص من الاعداء هذول كلهم في المكان اللي تشوفونه، اذا كان المكان لونه ابيض معناته لسه ما احد احتله، لا انت احتليته ولا عدوك احتله، فعشان كذا اول شيء فرغ المكان من كل الاعداء الموجودين فيه على اساس يقدرون تحتلونه زي ما تشوفون. الحين احتلينا المكان. وتقدر بعد انك تراوغ الخصم، انك لما يجي بطقك تحط زر يمين او يسار ضغط زر الاي بحيث انك تبعد عنه. وايضا اذا كان الخصم يطفشك انه يصد كثير، تقدر تفك الصد، كذلك تسوي انت ضغط زر الاكس وهو بيفك الصد وتقدر تضربه، فلما يكون مفكوك الصد عنده راح يكون داخل الخصم وتقدر تطقه بكومبو. وفي حركات مميزه لفك الصد، عندك مثلا الفايكنج يقدر يهجم زي ما تشوفون لما ضغط اكس اكس ورا بعض. وطبعا كل لاعب له حركات مميزه فيه، فانصحكم تشوفون اللاعب حقكم وبعدين تختارون الحركات حقته وتتمرنون عليه. وقبل ما ابدا اللعب خلنا اتكلم عن مواصفات الكارت اللي قاعد تستخدمه. قاعد استخدم كارت انفيديا جي 4 جي تي اكس 1080، ويعتبر كارت جدا جدا ممتاز للالعاب، يشغل لك كل الالعاب كفاءه عاليه وما في مشكله، 60 اطار باعلى الجرافكس الممكنه. طبعا زي ما تشوفون رفعت كل شيء، كل الجرافكس مرفوعه وما في اي مشاكل. والميزه في انفيديا انها اصلا تنزل لك خلينا نقول درايفرات للعبه تحسن من ادائها مع الوقت، يعني اول ما تنزل اللعبه ينزل لك درايفر خاص فيها على اساس يحسن من اللعب حقها، لانهم يدرسون اللعبه دراسه ممتازه. وايضا مو بس كارت 1080 هو اللي يشغلها، زي ما تشوفون بالشاشه بحط لكم الحين كروت ثانيه تشغلها من انفيديا، اللي هو كارت 1060 وال 1070 وال 1070 اذا انت جمعتهم اس ال اي يعطيك 4K. وهذا جدا شيء ممتاز لانه يعطيك تنوع في السعر المختلف للناس، يعني في ناس يرغبون بكارت 1060 يكفيهم خلاص، حط دقه 1080 ويعطيك 60 اطار، واذا اخترت 1070 تاخذ دقه اعلى ويعطيك 60 اطار وهكذا. اما الحين خليني اتكلم لكم عن اطوار اللعبه، في طور اسمه دومينيون اللي هو 4 ضد 4 هو احتلال اماكن، وفي طور اسمه برول 2 ضد 2 وبكل بساطه هواش بينهم، وفي 1 ضد 1 وهذا برضو ايضا هواش لكن 1 ضد 1 بكل بساطه. وحين خلينا نبدا ب 4 ضد 4 وهو طور الدمنين. اول شيء تسوي انك تختار من شخصيات متعدده، وكل شخصيه لها ميزات خاصه فيها، وكل شخصيه ايضا لها خواص تقدر تحددها بعدين، فكل ما تطور لعبك كل ما تضيفك خواص اكثر، تختار خواص جديده تفيدك في اللعب. الحين خلونا نبدا اللعب. اوكي، اول شيء بسوي انا بروح احاول افضي المنطقه من الجرنتس اللي هم الصغار ذول لانهم قلق.
طبعا زي ما قلت لكم ما يحتاج تحددون عليهم، بس ضرب 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 وهو يطق من نفسه حولهم يذبحهم، وكل واحد اخذ ضربه واحده يموت، يعني ما ياثر منك كثير. بس ذول قلق اذا كثروا عليك يطقون. اوه شوف هذا واحد، اوكي خل اذبح هذا، والله فرصه ذبحت لاعب. اوكي نايس ذبحت واحد. اوكي خل خل ساعد خوي. ايه خوي مات، نكبري خوي. لا وش ذا، ثلاثه علي. لا ايش هذا، هذا مشكله اللعبه، اذا طبوا عليك ثلاثه ولا اربعه خل افجر. اوكي الحين ها في، لا لا بقي واحد. والله فقعوني، ما فيها نقاش هذه. وش ذا، اوكي هذه حركه رهيبه، يقدر اذا قتلك يسوي اعدام، اذا سوى لك اعدام يصير يطول الوقت، يصير عندي 15 ثانيه. اذا قتلني عادي يصير الوقت قليل، 3 ثواني 4 ثواني حاجه زي كذا. طيب الحين احتلت مكان، قاعد انتظر في واحد. هذا واحد جاء، خلاص شو نستلمه. اوكي نايس خل اضربه بعد كثير. هذا ما مسكين، تعال 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 ايش الحش، وين تبدل عليك، تعال يا بابا اح طردني، تعال خذ. اوكي مات نايس. الحين احتلال المكان هذا. طبعا في حاجه مهمه في اللعبه، كيف تفوز اذا الفريق كله حقك احتل مناطق كلها، راح يجي حاجه اسمها كل ذا هيروز، يعني تذبح الهيروز الباقيين. يعني تشوفون في اربعه على اليمين، لكن حطوا ببالكم مو شرط خلاص انكم فزتوا باللعبه، يمكن اي شيء يصير يغير اللعبه، زي اذا مات واحد لاعب رهيب خرافي يغير مجرى اللعب، بس مو في هذا الشيء زي ما تشوفون. مت انا الحين، طبعا لما مت انا انقلب كل شيء زي ما تشوفون. شوفوا الحين شو ايش بيصير، بينقلب كل شيء علينا، لان انا عارف ان انا اذا مت بينقلب كل شيء. اوكي انقلب كل شيء، شوفوا الحين صرنا حنا اللي لازم يموتونا، فلازم الحين ننحاش منهم. طبعا قاعد احاول انا ادافع عن اخوياي، المشكله لما اروح ادافع عنهم ينحاشون، فايش اسوي؟ يا ربي خلاص كلنا متنا، باقي واحد مات، يلا موت خلص موت خلص، شو تسوي لحالك؟ اوكي خسرنا. هذا كان طور الاربعه الاربعه، يعني لازم تلعب مع اخوياك يكونون فاهمين. هذا الحين جرب طور 2 ضد 2. على حظ النحس انا معطيني كمبيوتر وهم اثنين هيومن، يعني اثنين حقيقيين، وانا واحد معي مزير. الله يستر ايش بيصير، الله يعين. راوند 1 اوكي هذا بدينا الجوله الاولى. واو زي ما تشوفون الاماكن صراحه جدا رهيب، يعني حتى المراحل مختلفه تعطيك جو اللعبه فعلا. اوكي اوه شوف اخوي، كفو اخوي. اوكي خلنا نركز على هذا انا، وخلي اخوي يركز على الثاني. ايوه هذا ينحاش، يعني بحب اموته. لا 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 اي 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 ما اتفقنا، خل بعد انا اضربه الحين. اوكي خذ خذ مات. اوكي اروح افزع اخوي الحين، نايس خلي اضربه من ورا. حلو فزنا الجوله الاولى، والله كويس فادي الكمبيوتر، نايس والله ظريف. اوكي ايش صاير، ايش قاعد يصير هنا؟ لا 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 ضرب الكمبيوتر اول، كذا نظامكم. طيب طيب انا اوريكم، اجل بستغلهم. اوكي خليهم يركزون على الكمبيوتر وانا اجيهم من ورا، لان اعرف ان الكمبيوتر احسن من يلعب. اوكي والله بجد الحاله، كفو يلا روح اطق الكمبيوتر وانا اجيكم من ورا. اوكي هذا واحد يموت، فجر مين ميت ميت. اوكي مات، راح افزع هذاك. ايوه خذ ايوه والله ذبحته، نايس نايس حلو. اوكي هذا الجوله الاخيره، هذا اذبح هذا افتك منه، نفس الفكره والله العظيم، في ناس اغبياء يعني يعيدون لك التكرار نفسه، يركزون على الكمبيوتر ساكتين علي وانا اجي من ورا كذا. طيب اوكي يلا 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 موت، اخلص علي موت يا اخي، تعال 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 خلاص عليه شوي، خلاص على هذا ما دام اثنين نطقه، خل موت موت. اوكي نايس مات الحين، خلاص راحت عليه ما في غيرنا احنا. اح اح لولو هي هي اوكي كف كف كمبيوتر، عطى الضربة الأخيرة. والحين أوريكم آخر طور اللي هو واحد ضد واحد. طبعًا هذا الطور يعتمد على كيف أنت تلعب وكيف لعبك، وطبعًا يعتمد على ذكائك أنت في اللعبة، يعني هذه ما فيها تصريفة، ما في اسمه أوه لا لا ما في. إذا جبت بعيد أنت ما تعرف تلعب، إذا قدرت تلعب تلعب، إذا ذبحته تقدر تلعب. طبعًا أنا لسه ما أعرف ألعب اللعبة فالله يستر. أوكي أوه لا 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 والله وش ذا؟ وش ذا يستهبل؟ لا لا هذا ذبحني، لا 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 اوكي لحظه مثلا مثلا عيد عيد. اوكي انجلك اي والله اوكي لحظه لازم نقصته، لازم اجده يلا قال حرام الموت، فاز عليه مرتين الحين باقي لي مره، لا باقي مره واخسره خلاص اختار. ايوه بطحته تستاهل، انا اوريك قوه الفايكنج. يا سلام خذ واعطي فينيشر في الجبهه، نايس والله. اذا مت الحين خلاص اموت. اوكي الحين لازم اركز كويس اني ما اموت. واو انتم اتركوا اللعبه، شوفوا الجرافكس لعب كيف، شوفوا المطر كيف يصير وكذا، هذا كله على اساس يعني اذا عندك كرت شاشه قوي راح تعطيك هذا الرسوم والجرافكس الرهيب هذا. خلاص شوفوا شوفوا كيف البرق كيف الاضاءه صايره، شيء رهيب. طبعا فقعته.
لاني قوي انا. اوكي باقي مره الحين. حتى شوف كيف يسمون هذا الجايزر يسمون هذا اللي يتفجر من تحت الارض حق المويه. المهم لا ركب بس ايوه افقع خذ وبست عليه نايس. طبعا هذه اللعبه زي ما تشوفون هذه راح تكون فور اونر راح تنزل في تاريخ فبراير 14 وراح تكون زي ما قلت لكم طور المالتيفير زي ما شفتوا ورفتني اياه وفي اطوار ثانيه اتوقع بيضيفون اذا ما كنت غلطان وايضا في طور الكامبين الهستوري مود طبعا ما حطوه هنا لان هذا بيته يجربونها الناس. اتمنى يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله وتكونوا استفدتوا منه واتمنى ايضا انكم تحاولون تنشرون الفيديو هذا لان نبغى الناس كثير يتعاملون اللعبه هذه ويشوفون ان في حاجة جديده في عالم الموبا لكن باسلوب جديد. كان معكم فهد الشيحه اشوفكم في فيديو ثاني على قناه ترو جيمنج. مع السلامه.